يعطيك العافية، معكم الأستاذ أحمد عرقات. بدنا نحكي عن نموذج بور الذري. قبل ذلك عندنا معلومات صغيرة نأخذها من درس الأطياف الذرية للغازات. طيب أنا عملت زي رسمة صغيرة بتسهل علينا دراسة موضوع الأطياف الذرية. في هذه الرسمة حطيت أول شيء أول نوع من أنواع الأطياف اللي هو بتصدر عن الأجسام الساخنة أو عن تسخين الأجسام. ففي الكتاب في عندنا مثالين على هاي الأجسام. حاط الكتاب بحكي مثلا الشمس مثال، درجات الحرارة عالية بتؤدي لأنها تصدر إشعاع. كمان سلك التنجستون اللي هو في اللمبات أو في الضوء، كمان تسخينه يؤدي إلى أنه يصدر إشعاع. هذا الضوء أو الإشعاع إذا تم تحليله سوف نحصل على ألوان الطيف السبعة، زي ما راسمها هيك تقريبا. أنا ما معي ألوان كاملة يعني، بس حاولت أرسمه في ألوان الطيف السبعة. هاي الألوان الطيف بتكون متصلة مع بعضها البعض، ما في بينها فراغات ولا في بينها خطوط سوداء ولا شيء. فألوان الطيف السبعة كلها بتظهر عندي في حال تحليل الضوء الصادر عن الأجسام أثناء تسخينها. هذا الطيف نسميه طيف انبعاث لأنه انبعث عن هاي الأجسام متصلا، وزي ما قلت لكم ما في فراغات ولا في انفصالات، فهو عبارة عن طيف كامل بيحتوي على ألوان الطيف السبعة. وهذا أول نوع من أنواع الطيف، طيف انبعاث وشماله متصل. هلا إذا جبنا أنبوب تفريغ كهربائي وحطينا فيه غاز منخفض الضغط، عند وضع الغاز في هذا الأنبوب يصدر الغاز إشعاع، تمام؟ هذا الإشعاع بيصدر أو الضوء إذا تم تحليله على خلفية سوداء سوف يظهر، طلع علي بس طلع رسمة وحاول ركز فيها، سوف يظهر أضواء محددة أو إشعاعات محددة بأطوال موجية وترددات وطاقة محددة. يعني مش ألوان طيف السبعة كلها ظهرت، لا، ظهر لونين محددين لهم طول موجي وتردد وطاقة محدد، هم فوتونات. هاي الفوتونات تحمل طاقة وتردد وطول موجي محدد، لأن هذا الطيف انبعاث لأنه انبعث عن الغاز، بس نسميه منفصل أو نسميه خطي لأنه ظهر على شكل خطوط على خلفية سوداء، مش زي هون كان متصل ألوان طيف سبعة، لا، هون كان عبارة عن خطوط محددة تحمل أطوال موجية وترددات وطاقة محددة. طيب في تجربة ثانية لو مسكنا إحنا الضوء المتصل، هو طيف الانبعاث المتصل هذا، وخليناه يمر زي ضوء الشمس مثلا، خلينا يمر بغاز منخفض الضغط، وعشان تجربتي على اللوح بدي أخلي الغاز اللي استخدمته هون هو نفسه الغاز اللي هون، تمام؟ هون هذا الغاز حطته بالتفريغ أصدر إشعاع وسميناه طيف انبعاث منفصل أو خطي. هون نفس الغاز بس خلينا ضوء الشمس يمر فيه، زي ما اتفقنا ضوء الشمس إذا تم تحليله سوف يعطيك ألوان طيف السبعة. فضوء الشمس الآن لما مر بالغاز طلع من الغاز الضوء وكمل مساره، عملنا له تحليل طلع شو صار، ظهرت ألوان طيف السبعة بس فيها انفصال، فيها الآن لونين ما ظهروا ألوان طيف السبعة. هذول اللونين إذا كان الغاز هذا نفس هذا الغاز، يعني الغاز اللي أنا حاطه هون في التجربة هاي هو نفس نوع الغاز اللي أنا قاعد بستخدمه هون، اللونين اللي هون ظهروا هون اللونين اختفوا. بعيد كمان مرة، اللونين اللي ظهروا هون إذا كان نفس نوع الغاز، اللونين اللي ظهروا هون هم نفس اللونين هون اللي اختفوا. فبتجربتي أنا عامل الفكرة هاي. إذا هذا الطيف طبعا نسميه طيف امتصاص، ليش؟ لأنه الغاز قام بامتصاص جزء من الإشعة تبع الشمس، تمام؟ في لونين امتصهم الغاز ومنعهم من الظهور، وبعدين ظهر ألوان طيف السبعة كاملة، فهذا اسمه طيف امتصاص خطي برضو على شكل خطوط سوداء ظهرت على ألوان طيف السبعة. لا، هذا مثالية اللي هو طيف الانبعاث المتصل. احنا فينا طيف انبعاث فينا طيف امتصاص، بس كلاهما هون في التجربة خطي يصدر بفعل الغازات أو بسبب الغازات. قلت لك إذا كان الغاز هذا وهذا الغاز نفسه، فطيف طيف الامتصاص المنفصل وطيف الانبعاث المنفصل هذول الطيفين هم خاصية لهذا الغاز. فيعني كأنه هاي وهاي خاصة للغاز، هيك بقدر استدل على انواع الغازات. هلا ما في غازين في الكون لهم طيف انبعاث منفصل او طيف امتصاص منفصل نفسه، فكل غاز له طيف انبعاث وامتصاص خطي او منفصل خاص به بيفرق عن باقي الغازات، وهي صفه مميزه لكل غاز. وهذا بذكرني بسؤال ضع دائره، انه الصفه المميزه للغازات او التي يمكن فيها تصنيف الغازات عن بعضها او تفريقها عن بعضها البعض، وكان من بين الخيارات طيف انبعاث متصل، طيف انبعاث منفصل، او طيف انبعاث منفصل، يعني كان من بين الخيارات اللي دور على طيف الانبعاث المنفصل وطيف الامتصاص المنفصل. طيب خلينا نروح لنموذج بور الذري. هلا العالم بور درس ذرات محدده، يعني عشان تكون انت في دراستك فاهم، هو تحديدا درس العالم بور ذره الهيدروجين. طبعا اذا بتسالني شو السبب دراسه ذره الهيدروجين، هي من ابسط الذرات. فذرة الهيدروجين بتحتوي على الكترون واحد وبتحتوي على بروتون واحد ولا تحتوي على نيوترونات، فكان من أبسط الذرات اللي يمكن يجري عليها تجارب العالم بور.
فالنموذج رح ندرس كله هذا يطبق فقط على ذرة الهيدروجين، تمام؟ نتفق على هذا الاتفاق، وراح تكون كلها اسئلتنا بتحكي عن ذرة الهيدروجين. بذكرك الهيدروجين عنده الكترون واحد موجود في المدار الاول، فلما اقول لك مستوى الاستقرار او مدار الاستقرار بحكي على المدار الاول، تمام؟ لانه اصلا هو يحتوي على الكترون واحد موجود في المدار الاول. الان حطيت انا كلمات باللون الاحمر يمكن تسهل عليك حفظ اللي هو خلينا نحكي فرضيات بور الاربعه. فرضية الأولى بتبدأ بكلمة يتحرك، فرضية الثانية بتبدأ بكلمة يستقر، فرضية الثالثة تنبعث أو تمتص، وفرضية الرابعة بكلمة يسمح. لأن يتحرك، فرضية الأولى بتحكي إنه يتحرك الإلكترون حول النواة في مدار دائري بتأثير قوة التجاذب. الإلكترون يا جماعة شحنته سالبة، النواة تحتوي على بروتون، البروتون موجب الشحنة، في بينهم قوة تجاذب كهربائي. فعشان هيك اللي قاعد بحكي انه يدور الالكترون حول النواة في مسار دائري بفعل قوة التجاذب الكهربائية، هاي فرضية بور الأولى. فرضية بور الثانية، يستقر الالكترون في مدارات محددة، كل مدار له طاقة محددة. انتبه، كل مدار طاقة في ذرة الهيدروجين له طاقة محددة، يختلف عن المدار الآخر، ولا يشع ولا يمتص طاقة طالما بقي بمداره. طول ما الالكترون موجود في مداره ولا ينتقل بين المدارات إذا تبقى مقدار طاقته ثابتة. نعيدها سريع، حكينا في الخطوة الأولى إنه يتحرك الإلكترون في مدار دائري يحيط بالنواة، إيش السبب؟ القوة الكهربائية اللي بين الإلكترون السالب بين النواة الموجبة. نقطة ثانية، يستقر الإلكترون في مدارات طاقة لها طاقة محددة أو مدارات أو مستويات بدك إياها لها طاقة محددة، ولا يشع الإلكترون ولا يمتص طاقة طالما بقي في مدار. طب شو طاقة المدار هاي؟ أعطاني قانون نستخدم عشان نحسب طاقة أي مدار بدك إياه. طاقة المدار هي تساوي سالب 13.6 عنوان تربيع، وبدنا نشتغل شوي شوي فاض القانون. هلأ سالب 13.6 هي طاقة مدار الأول، جرب حط نون تساوي 1 اللي هو الرقم الكم أو رقم المستوى اللي هو المدار الأول، 1 تربيع 1 بطلع الطاقة تساوي سالب 13.6. اللي بدي أحكي لك إياه إنه هذا القانون يا جماعة بيشتغل على وحدة الإلكترون فولت. كيف أستاذ؟ ما إحنا أخذنا قانون طاقة هاتا الدال، ذاكرينه؟ بيشتغل على وحدة الجول. هلا بدي اقول لك اياه، قانون الطاقة تساوي ها في تاء الدال يحتوي على ها، ها بتشتغل على الجول، بس قانون الطاقة سالب 13.6 عنون تربيع يحتوي على نون، نون بتشتغل على وحدة الالكترون فولت. يعني اي قانون طاقة في ها نشتغله بالجول، واي قانون طاقة في نون نشتغله بالالكترون فولت، تمام؟ انا بس حبيت اوضح النقطة هاي. اذا هذا القانون بيطلع لي الطاقة بوحدة الالكترون فولت، واذا عملت انا وياكم تجربة وقلنا تعالوا نحسب طاقة المدارات، تمام؟ هاي نسميها طاقة مدار، طاقة مستوى، طاقة الكلية للإلكترون داخل المدار، كل هاي التسميات يعني تستخدم هذا القانون عشان تحسب الطاقة. فطاقة مدار الأول بتطلع سالب 13.6، طاقة مدار الثاني سالب 3.4، الثالث سالب 1.5، الرابع سالب 85%، والخامس سالب 54%. الآن ما معنى الإشارة السالبة اللي تظهر في قانون؟ احنا شرحنا 13.6 اللي هي طاقة مدار الأول، شرحنا النون اللي هي رقم الكم أو رقم المستوى، شرحنا انه طاقة مدار لازم تكون تقاس بالإلكترون فولت، وظل عندي مشكلة اللي هي الإشارة السالبة التي تظهر في هذا القانون. ما مفهوم الإشارة السالبة؟ شوف، عشان تتمكن من تحرير الإلكترون من المدار الموجود فيه دون إكساب الإلكترون طاقة حركية، يجب أن تعطيه طاقة المدار بإشارة موجبة. فالإشارة السالبة تعني هي طاقة لازمة للتحرير من هذا المدار دون إكساب طاقة حركية. يعني شوف علي، هلا طاقة مدار الأول كمدار سالب 13.6 الكترون فولت. لو اسالك كم طاقة الفوتون اللازم لحتى افك الالكترون من المدار، شوف علي، فيش طاقة فوتون سالب، طاقة الفوتون دائما تحمل اشارة موجبة. فبعيد سؤالي، ما كمية طاقة الفوتون اللازمة حتى يتحرر الالكترون من المدار الاول دون اكساب طاقة حركية؟ هلا طاقة الالكترون الكلية جوا المدار كم؟ سالب 13.6. اذا بدك تدخل لي فوتون بحيث نحرر الالكترون بدون طاقة حركية بتعطيه نفس طاقة المدار بس باشارة موجبة. هاي الطاقة طبعا نفس طاقات المدارات بس حطته هون بإشارة موجبة. شو سميتها هاي الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون بدون إكساب طاقة حركية؟ يا جماعة هاي عبارة عن طاقة الفوتون اللازم لحتى تحرير الإلكترون بدون ما أعطيه طاقة حركية. نسمي هاي الطاقة اللي هي طاقة التأييد. هون بعد التأييد بخليه يفقد الإلكترون بدون إكسابه طاقة حركية. طيب إذا طاقات المدارات تحمل إشارات سالبة، طاقة المستوى إشارة سالبة، طاقة الكلية الإلكترون داخل المدار إشارة سالبة، طاقة الإلكترون إشارة سالبة، كل إشارات سالبة، بس الطاقة اللازمة حتى يتحرر من المدار هي نفس طاقة المدار بس بإشارة موجبة أو القيمة المطلقة لطاقة المدار. طيب بدنا نيجي على نقطة ثلاث
في نقطة ثلاث تبعث الذرة إشعاعا عندما ينتقل الكترون من مدار نون عالي إلى مدار نون منخفض، وهذا الإشعاع مكمم. مذكرين تكمية الطاقة أول درس في فيزياء الكم، ثابت بلانك أو للعالم بلانك لما حكى إنه طاقات أو الطاقة أو الإشعاع يكون على شكل أو الطاقة الإشعاعية تكون مكمة أو مكامة على شكل مضاعفات مقدار ثابت هات تاد دال. لأن هون رجع حكى نفس الكلام، لأن تبعث الذرة أو تمتص، متى تبعث؟ إذا انتقل الكترون من مدار عالي لمدار طاقة منخفض سوف تبعث الذرة إشعاع. هذا الإشعاع بيكون على شكل فوتون، وطاقة الفوتون هاي تساوي فرق الطاقة بالمدارين. طلع فرق الطاقة بين المدارين بقيمة مطلقة بعطيك طاقة الفوتون. ليش أستاذ تحط قيمة مطلقة؟ ما احنا اتفقنا هون فيش طاقة فوتون سالبة، طاقة فوتون دائما تحمل إشارة موجبة، وفرق الطاقة بين المدارين ما بضمن لك يطلع دائما بإشارة موجبة، ممكن يطلع موجب يطلع منك سالب. هون في السؤال هون بيطلع بإشارة سالبة لما انتقل الإلكترون مدار أعلى مدار طاقة أقل. شو معنى الإشارة السالبة؟ دلالة على أن الفوتون يشع طاقة أو يصدر، دلالة عفوا على أن الإلكترون يشع طاقة. لا تمتص الذرة طاقة في حال انتقل الإلكترون مدار طاقة نون منخفض إلى نون مرتفع، عشان يقدر الإلكترون يطلع مدار صغير أو مدار نون صغير لمدار نون أكبر لازم يمتص طاقة برضو على شكل إشعاع على شكل فوتون. وإذا بتحسب طاقة هذا الفوتون بوجد فرق الطاقة بين المدارين، هيشوف سريع، إذا بوجد فرق الطاقة بين المدارين باخذ القيمة المطلقة هو أصلا موجب بطلع طاقة الفوتون. هلا فسر ليش هون الجواب بطلع معك بإشارة موجب زي ما هون عملت، هون الجواب موجبا ليش؟ للدلالة على أن الإلكترون يمتص طاقة. طيب بدي أخلي نقطة أربعة هاي شوي وأشتغل وياك أول شيء على نقطة ثلاث. لا خلينا نشيل هذا شوي نشرح أكثر عن نقطة ثلاث اللي حالة الإشعاع والامتصاص. نعمل تجربة مع بعض نشوف شو بصير عندما ينتقل الإلكترون بين مدارين. لا لنفترض كان في إلكترون في مدار نون تساوي واحد في ذرة الهيدروجين وهو عبارة عن مستوى الاستقرار في ذرة الهيدروجين. قررت أن وياكم ننقل الإلكترون إلى مدار نون تساوي اثنين، فالإلكترون كان أصلاً أو بالبداية كان موجود في مدار نون تساوي واحد، وإحنا بدنا ننقل الإلكترون المدار موجود فيه لمدار طاقة أعلى اللي هو مدار الطاقة الثانية. هلا انتقال الإلكترون من مدار نون منخفض زي واحد إلى مدار نون مرتفع زي اثنين يؤدي لأنه لازم يمتص طاقة. طيب خلينا نشوف بس شو بصير أثناء الانتقال. قررت أنا أشوف كم طاقة الفوتون، احنا حكينا عشان ينتقل مدار أقل نون أقل مدار أعلى لازم يمتص فوتون، وأنا بدي إياك تحسب لي طاقة هذا الفوتون. شوف المهمة تبعتي، عشان أحسب طاقة هذا الفوتون لازم أطلع فرق الطاقة بين المدارين، احنا حكينا هيك. هاي يشع أو يمتص طاقة، هاي طاقة الفوتون المشع أو الممتص تساوي فرق الطاقة بين المدارين، هي عدت الكلام هذا هون. فأنا عشان أطلع طاقة فوتون بوجد فرق الطاقة بين المدارين يساوي طاقة الفوتون. فرق الطاقة وتغير طاقة بين المدارين تساوي طاقة مدار النهائي ناقص طاقة مدار الابتدائي، طبعا بقيمة مطلقة زي ما قلنا تساوي طاقة فوتون. المدار النهائي الوصول للإلكترون هو المدار الثاني والابتدائي الأول، يعني طاقة المدار الثاني ناقص طاقة المدار الأول بقيمة مطلقة تساوي طاقة الفوتون. طيب طاقة المدار الثاني عشان أحسبها طلع بتحكي سالب 13.6 على المدار الثاني تربيع ناقص سالب 13.6 على المدار الأول تربيع تساوي طاقة فوتون، طبعا بقيمة برضو مطلقة. وأنا وياك اتفقنا هون على كمية طاقات، يعني إذا تعوض هسا بقول لك إنه طاقة المدار الثاني تساوي سالب 3.4 ناقص طاقة المدار الابتدائي سالب 13.6 تساوي طاقة الفوتون. طبعا سالب 3.4 زائد 13.6 لأنه سالب السالب صارت موجب تساوي طاقة فوتون بقيمة مطلقة، ما أصلا الجواب بيطلع بإشارة موجب، تطلع طاقة الفوتون تساوي 10.2 إلكترون فولت، لأنه قلنا هون الطاقة بتطلع بوحدة الإلكترون فولت. طيب طلعنا طاقة الفوتون، هاي الطاقة يا جماعة أستاذ هاي طاقة فوتون وهون قلت لي طاقة فوتون صح، بس هذا طاقة فوتون هي طاقة مدار
بإشارة موجبة، هي طاقة لازم تحرير دون إكساب وطاقة حركية. هون أنا ما حررته، هون نقلته بين مدارين. تسمى هاي الطاقة طاقة تأين أو تأين، هاي الطاقة تسمى طاقة الإيقاع. ميز في نوعين من الطاقة الآن في ذرة الهيدروجين في دراستنا النموذج بور. في طاقة تأين اللي هي الطاقة اللي لازم حتى حرر الإلكترون نهائيا، وهي تساوي طاقات أو طاقة المدار الموجود فيه الإلكترون طبعا بإشارة موجبة. وهناك فرق طاقة بين مدارين اسمها طاقة الإثارة، اللي هي الطاقة اللي لازم حتى ينتقل بين مدارين. طب هالفوتون هذا أنا بقدر أطلع له كمان خصائص فيزيائية زي تردده وزي طول الموجي 100 عميل. أنا بقدر أستخدم قانون الطاقة تساوي ها في تاد دال عشان أقدر أطلع مقدار تردد الفوتون هذا. بس هذا القانون بيشتغل على وحدة الجول، هيك اتفقنا، لأنه بيحتوي على ها. وهذا القانون بيشتغل بأنه بيحتوي على نون، فبيشتغل على وحدة الإلكترون فولت. فخطوة صغيرة قبل ما أعوض هون، لازم أعوض 10.2 أضربها ب 1.6 في 10^-19 بحولها لجول، تساوي 6.6 في 10^-34. بطلع هيك مقدار تاد دال التردد. وبعد ما أطلع التردد بقدر أستخدم قانون بسيط بيحكي إنه لمدة طول الموجة للفوتون يساوي سين على قيمة التردد. بعوض قيمة التردد اللي حسبتها وسين ثابت، شو بطلع؟ طول الموجة. عند هاي النقطة شوي ستوب. هلا عند هاي النقطة إجا عندنا عالم اسمه العالم ريد بيل. هذا العالم بده يساعدنا على إنه نحسب طول الموجة دون ما أضطر أمشي على هاي الخطوات كلياتها. هلا طلع علي. هلا أنا بدي أرجع هاي الخطوات كلها اللي حكيتها هسا. خلينا نشيل هذا الكلام اللي هون. عالم ريد بيل بده يسهل عليك حساب طول موجي للفوتون انا اضطريتش احسب طول موجة الفوتون، تمام، اللي تم امتصاصه هون من امشي الخطوات هاي كلياتها عشان اوصل بالنهاية لطول الموجة. العالم ريد بيل شوي قال لك انا بدي اسهل عليك الموضوع حاط، وخلينا اشتق اول شيء قانون عالم ريد بيل وبعدين نستخدمه في الحل. إذا قررت أن ياك نحسب مباشرة من البداية لمدة الطول الموجة، شوفوا إحنا اتفقنا هون إن فرق الطاقة بين المدارين هو يساوي طاقة الفوتون. طبعا فرق الطاقة المدارين يعطى هون بوحدة الإلكترون فولت، وهون راح يطلع معي الجواب بوحدة الإلكترون فولت. بس إذا بدي الطاقة الآن تكون تساوي ها في تاد دال، تمام، اللي هي طاقة الفوتون، فلازم تصير هاي وحدة القياس جول. وكيف اخلي فرق الطاقه المدارين بالجول؟ بحكي انه هو يساوي طاقه مدار طبعا النهائي ناقص طاقه مدار ابتدائي ناقص نهائي نهائي ناقص طاقه مدار ابتدائي. هذا كله لازم اضرب بشحنه الالكترون حتى اتمكن من حصول على الجواب بدي اياه، تمام. تساوي سالب 13.6 على نون تربيع نهائي ناقص سالب 13.6 على نون تربيع ابتدائي، ضربتها بشحنه الالكترون تساوي ها في تاد دال. خلينا نطلع 13.6 عامل مشترك، تصفي 1 على نون تربيع نهائي تساوي 1 عفوا ناقص 1 على نون تربيع ابتدائي قيمة مطلقة. ما احنا قلنا هذا كله اصلا تعاملنا معه على اساس انه قيمة مطلقة. المضمون كيف الانتقال بقول؟ لو الالكترون رجع مدار الثاني للاول كان بيطلع الجواب بإشارة سالب. سالب لفرق الطاقة، يعني الالكترون أشع طاقة، بس الفوتون لازم دائما نخلق قيمة مطلقة، الفوتون دائما موجب. عندي هون 13.6 شحنة الإلكترون تساوي ها في تاد دال، تاد دال هي نفسها سين على لمدة. هلا بكل بساطة أنا رجعت طبقت الكلام هاد الحل اللي عملته هون بس على شكل معادلة. بدي أسوي شغلة أنا هون عشان أقدر أحل السؤال. طلع شو بحط؟ بحط 1 على نون تربيع نهائي ناقص 1 على نون تربيع ابتدائي بقيمة مطلقة. طبعا 13.6 شحنة الإلكترون، بدي أقسم هذا المقدار، تمام، ها في سين عشان يصير على الطرف الثاني عندي 1 على لمدة. شايفين المقدار هذا اللي هو 13.6 مضروب شحنة الإلكترون على ها في سين. هذا المقدار حسب العالم ريد بيل وسماه ثابت، هاي ار اتش ثابت ريد بيل، كلهم هذول ثوابت. شحنة الإلكترون 1.6 في 10^-19، ها 6.6 في 10^-34، وسين 3^8 اللي هي سرعة الضوء. فقيمة هذا الثابت طلعت معه 1.1 في 10^7. هيك أنا تمكنت من إن أحسب قيمة ثابت ريد بيل. هلا لازم تعرف إن ثابت ريد بيل يساوي فيزيائيا هاي القيمة الفيزيائية، ولازم تعرف تثبت قانون ريد بيل كامل زي ما أثبت لك إياه على اللوح، تمام؟
بكل بساطة فرق الطاقة ما بين تضرب شحنة الإلكترون بتحط مكان طاقة هافي تاء دال مكان تاء دال سين على لندا يعطيك العافية. زدت الثوابت بس على جنب مع الـ مع مدارات الطاقة أو مع القيمة المطلقة بضل عندك اللي هي لندا. إذا وصلنا إنه يأكل القانون ريدبل اللي بيحكي طلع عليه واحد على لندا تساوي ثابت ريدبل واحد على نون تربيع نهائي ناقص واحد على نون تربيع ابتدائي. هذا القانون راح يمكنك من حساب طول الموجة تبعت الفوتون بدون الرجوع لها الخطوات كلها. نجرب يلا. جد طول موجة الفوتون تم امتصاصه عند انتقال الالكترون مدار الأول إلى الثاني بس بدي نونات أنا بس والباقي خلص بحله. ها واحد على لندا 1.1×10^7 واحد على المدار النهائي وصول الالكترون الثاني وبدي ربعه بصير 4 ناقص واحد مدار الابتدائي اللي كان موجود فيه الالكترون هو الأول وبدي ربعه بعطيك واحد. هلا بدي احسب مقامات الطرفين هذا يصير 4/4. لا تخشى شيء لأنه أنت عندك قيمة مطلقة يعني كيف بتطلع طول الموجة بإشارة سالبة. فواحد على لندا تساوي 1.1×10^7 هلا 1-4 هتساوي -3/4 بقيمة مطلقة خلص صار موجب. صار عندي 1 على لندا تساوي 3.3/4 في 10^7 اقلب الطرفين عشان اطلع لندا زي المواسعات والمقاومات الكهربائية 4/3 × 10 هي 3.3×10^7 متر هي طلعنا طول الموجة. فعشان هيك هو قانون الدرك قد يكون طريقة أسهل إلي بكثير عشان أقدر أنا يعني أحل أسهل أوجد الطول الموجي بدون ما أضطر أنقل أو أوجد الطاقة وأحولها وبدنا أوجد تردد وبدنا أوجد طول الموجة. طيب تمام. طبعا إذا بتعطيك مثال على الانبعاث هو نفس الكلام. إذا عاد الإلكترون هسه من الثاني للأول لاحظ درجة عيد الخطوات كلها الفرق إنه هذا الجواب بيطلع سالب 10.2 إلكترون فولت وأصلا فيش طاقة فوتون سالبة بتاخذ قيمة مطلقة. فهي هي مكمات طاقة طلع الكلمة اللي حكالك إياها هون مكمم حكالك هون مكمم. فالطاقة التي يمتصها الإلكترون عشان يطلع من الأول للثاني تساوي الطاقة التي يشعها الإلكترون عشان يرجع من الثاني للأول. ركز شو بحكي. الفوتون اللي بيمتصه الإلكترون عشان يطلع من الأول للثاني تمام نفس الفوتون اللي بيشعه الإلكترون اللي بيرجع من الثاني للأول لأنه أصلا طاقة إشعاعية هي طاقة مكمم. طيب نيجي على يا جماعة الحالة أو على الفرضية بور الرابعة بيحكي إنه يسمح للإلكترون في التواجد في مدارات الطاقة التي يكون فيها الزخم الزاوي للإلكترون يساوي مضاعفات مقدار ثابتها على 2 باي. شو يعني؟ امشوا معي بس يعني مش راح يكون الموضوع يعني صعب بس ركز معي شوي. طلب اشرحها فوق عشان أحاول أخلي هذا اللوح لآخر وقت ممكن أمامكم. شوف إذا بنعمل مراجعة سريعة بس للزخم موضوع الزخم. هلا الزخم الخطي يساوي كاف في عين تمام ويقاس بوحدة كيلو جرام في متر لكل ثانية. الزخم الزاوي كون الإلكترون تحرك في مسار دائري يساوي كاف في عين في نون قاف بس اختلافه عنه إنه يحتوي على نصف القطر وهو يكافي بوحدات القياس كيلو جرام في متر تربيع لكل ثانية. ما هو أجل متر جديد أجا من نون قاف أجا متر جديد عشان هيك صرنا نقيسه كيلو جرام في متر تربيع لكل ثانية. المقاس العالم الزخم الزاوي للإلكترونات داخل المدارات المختلفة لقي إنه في علاقة ثابتة بتجمع الزخم الزاوي. يعني أفهمك شو قصدي. لما حسبنا الزخم الزاوي للإلكترون في ذرة الهيدروجين في المدار الأول طلع يساوي ها على 2 باي ولما حسبنا الزخم الزاوي على مدار واحد في المدار الثاني طلع يساوي 2 ها على 2 باي لما حسبنا الزخم الزاوي في المدار الثالث طلع يساوي 3 ها على 2 باي وهكذا. فالعالم حكى لك اذا نستنتج قانون بيحكي انه الزخم الزاوي يساوي نون في ها على 2 باي وبحسب رقم المدار بنحط قيمه نون اللي هي رقم الكم او رقم المدار اللي قاعدين ندرسه. طب استاذ مو في قانون ثاني للزخم الزاوي كاف في عين في نون قاف 100% كلامك. فطلع شو بدنا نسوي هسه بدنا نشتغل بتكامل. هلا احنا في عندنا قانونين صار للزخم الزاوي. الالكترون داخل المدار له قانون كاف في عين في نون قاف قانون الزخم الزاوي يساوي نون في ها على 2 باي ممتاز. انا حاط لك هون ملاحظه صغيره انه يمكن حساب نص قطر اي مدار في ذره الهيدروجين بالعلاقه نون قاف اي مدار تساوي نون قاف بور في نون تربيع. طبعا نون قاف بور ونص قطر المدار الاول في ذره الهيدروجين حسب العالم بور وهو ثابت 5.29×10^11. طب خليني بس اطلب منك طلب عوض لي مكان نون قاف قيمتها او قانونها. لما احكي لك انه كاف في عين بدي اعوض مكان نون قاف بور في نون تربيع تساوي نون فيها
على 2 باي. طبعا انت على فكره هلا بيطلب منك حساب الزخم الزاوي، انت حسبته خلص باستخدام القانون هذا ما في مشكله. لما يطلب منك السرعه بتمسك قيمه الزخم الزاوي حسبتها بتعوضها هون، وكاف ثابت ونقاف سهل حسابها، شو بتطلع له؟ سرعه الالكترون في كل مدار. وهذا بدي اسويه هون. التربيع طبعا النون بدي اشيله مع النون على الطرف الثاني بالصف عندي. كاف في عين كتله الكترون طبعا ثابت، في نون قاف بور، في نون اللي هو المفروض يكون رقم الكم او رقم المدار، يساوي ها على 2 باي. هلا بدي اخلي عين موضوع عن القانون، شوف لوين بدي اوصل. بدي اوصل عين بصير موضوع للقانون عشان احسب السرعه. عين تساوي كل القيم هاي قسمتها، صفى عندي ها على كاف نون قاف بور نون 2 باي. يا جماعه الشيء الوحيد اللي هون متغير هي بتحط لك اياه هون باللون احمر اللي هو نون رقم المدار، وما بقي في هذا القانون فهي ثوابت. عشان هيك اجى اعطاك سؤال في الكتاب بحكي لك اين تكون سرعه الالكترون اكبر ما يمكن في ذره الهيدروجين غصب عنك في المدار الاول، لانه استنتجنا هون انه العلاقه بين عين ونون هي علاقه عكسيه. فلما تكون نون رقم الكم صغير جدا بتكون السرعه كبيره، فاين تكون سرعه الالكترون اكبر ما يمكن في المدار الاول؟ كيف نثبتها؟ هي باستخدام الزخم الزاوي زي ما اتفقنا قبل شوي. احنا في اخر جزء في نموذج بور الذري بدنا نحكي عن طيف ذره الهيدروجين. طبعا عندنا مجموعه من متسلسلات الطيف هون يا جماعه، وهم 5 متسلسلات للطيف سميت باسماء العلماء اللي اكتشفوهم او اللي حكى عنهم. فخلينا مش عليهم بس اورجيك كيف نستخدم النظام هذا المجتمع له عشان نحل مسائلنا. طلع شوي. أنا راسم مدارات الطاقة باللون الأخضر، مدار الأول، مدار الثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، وبعدين بطلت أكمل بعد السادس، حطيت إنه مدار الملاني هاي. ملاحظة بدي أحكي لك إياها بس صغيرة، إنه أنا بعرف إن ذرة الهيدروجين عندها الكترون واحد، طبعًا نموذج بور كله اشتغل على ذرة الهيدروجين، وكمان الذرات الأحادية الإلكترون في المدار الأخير، يعني عندها الكترون واحد في المدار الأخير. بس بعيد جملتي، بور بيشتغل على ذرة الهيدروجين أو الذرات أحادية الإلكترون في المدار الأخير. في حال كان عندنا ذرات عديدة الالكترونات في المدار الأخير فشل نموذج بور، بس إحنا راح ندرس نموذج بور. الآن هاي متسلسلات طيف، أنا بحكي عن طيف أو الإشعاع اللي بيظهر من ذرة الهيدروجين، فأنا بهمني هسا طيف الانبعاث الخطي، يعني إنه قاعد ببعث، وإحنا بنعرف إنه متى بينبعث ذرة الهيدروجين؟ عند عودة الالكترون من مدار طاقة عالي إلى مدار طاقة منخفض. عشان هيك الرسم اللي عندي على اللوح كلها بتحكي عن عودة الالكترون من مدارات طاقة عالي إلى منخفضة. تمام، بس انت بتعرف انه يعني اذا انه بس عاد اشع مثلا ضوء فوق بنفسجي لعب، بس بده يرجع يطلع لنفس المدار كان موجود فيه، بده يضيف بده يشع فوق بنفسجي، حكيناها قبل شوي. طيب اول متسلسله عندنا متسلسله ليمان. متسلسله ليمان ما بيهمني المدار الابتدائي بيبدا فيه الالكترون، فممكن يعود الالكترون من مدار اللانهائي للمدار الاول، او من السادس للاول، خامس للاول. طلع انا بكرر الاول، يعني انا بيهمني المدار النهائي هو اللي بيحدد لك اسم المتسلسله. فالمدار النهائي وصول الالكترون هو مدار الطاقة الأول، إذا اسمه متسلسلات ليمان. ولو سألت في متسلسلات ليمان اللي هي نون تساوي واحد مدار الأول، شنو نوع الضوء؟ بتقول له ضوء فوق بنفسجي. لا، عودة الالكترون من أي مدار ما بيهمني المدار الابتدائي، بس نهاية الالكترون تكون في المدار الثاني اسمها متسلسلة بالمر. متسلسلة بالمر متخصصة في المدار النهائي اللي هو يكون المدار الثاني، ونوع الضوء هون ضوء مرئي. الآن عودة الالكترون من أي مدار ونهاية مدار الطاقة الثالث اسمها متسلسلة باشل، فهو تخصص المدار الثالث، وبراكيت تخصص المدار الرابع، وفونت تخصص المدار الخامس. كل من باشل وبراكيت وفونت هدول بكون نوع الضوء فيهم تحت حمراء. يعني من هاي الرسم على اللوح بدي اياك تعرف مدار الأول تخصص ليمان، مدار الثاني تخصص بالمر، مدار الثالث تخصص باشل، مدار الرابع براكيت، ومدار الخامس فونت. لا، مدار الأول ليمان بيشتغل على ضوء فوق بنفسجي، مدار الثاني بالمر بيشتغل على ضوء مرئي، والمدار الثالث والرابع والخامس باشن براكت فون بيشتغلوا على اشعه تحت حمراء. شنو اسئلتنا اللي بتيجي على طيف ذره الهيدروجين؟ انا هون حط لك الافكار اللي ممكن تيجيك عليها، تقيد بالكلام بحكي لك اياها، انا رح اعطيك طريقه سريعه تخليك مباشره تقدر تحل الاسئله اللي بتيجيك على هذا النوع. الان بدي اياك تعرف شغله اول شيء في الرسمات هاي، انه اطول خط في المتسلسل، يعني تعال مثلا عن متسلسل بالمر كمثال، اطول خط في متسلسل بالمر بيبدا من ما لا نهايه وبنتهي باسم العالم اللي هو نون تساوي 2. بقصد كلمة اسم العالم اللي هو ما حكينا ليمان 1 بالمر 2، فأنا بشتغل بالمر اسم العالم بخليني أعرف إنه المدار الثاني. أطول خط هي ببدأ من ما لا نهاية وبنتهي هاي، بس شوف علي، هاي أطول خط من ما لا نهاية راح باتجاه نون تساوي 2، هاي أطول خط. أطول خط شو بمثل؟ أكبر طاقة، أكبر تردد، أقل طول موجة. طيب تمام، يعني هو يحمل اكبر طاقه واكبر تردد واقل طول موجه. شو نوع الضوء هون؟ ضوء مرئي.
طب في الضوء المرئي مين اللي اكبر طاقه واكبر تردد واقل طول موجي؟ تذكر الوان الطيف السبعه، الاكبر طاقه واكبر تردد واقل طول موجي هو ضوء بنفسجي. اذا انا بقدر اقول لك هسه انه عوده الالكترون من مدار اللانهائي الى مدار الطاقه الثانيه تعني اسم متسلسله بالمر، نوع الضوء مرئي واللون بنفسجي. ليه؟ لانه هو يحمل اكبر طاقه. لا، اقصر خط في المتسلسله، كيف اعرف اقصر خط؟ اقصر خط الان في المتسلسله هيو اللي هو عوده الالكترون من مدار رقم 3 الى مدار اسمي اللي انا قاعد بشتغل فيه. انا عم اعطيك مثال على بالمر لو هاد. هلا اقصر خط في المتسلسله يمثل اقل طاقه اقل تردد واكبر طول موجي. مين اقل طاقه واقل تردد واكبر طول موجي في الضوء المرئي؟ اللي هو الاحمر. اذا بقدر احدد كمان لون هون احمر. هذا الكلام بس بعمله بالضوء المرئي، يعني بس في بالمر، تمام؟ وما بقدر احدد هذول اللي بينهم لانه في عدد لا نهائي من عوده الالكترون ما بنحدد. بس انا بوضح لك اياه، عوده الالكترون مدار الثالث الى الثاني تعني متسلسله بالمر، تعني ضوء مرئي، تعني لون احمر. عوده الالكترون مدار ما لا نهائي لمدار الطاقه الثاني تعني متسلسله بالمر، تعني ضوء مرئي، وتعني ضوء لون بنفسجي. نعم، هدول الطرق او كودات صغيره باللون الاخضر بتساعدني عشان احل الاسئله اللي بتسالني عن متسلسلات الطيف. فمثلا اذا طلب منك اطول خط في اي متسلسله شو بتسوي؟ دائما اطول خط ببدا من ما لا نهايه لاسم العالم او اسم المتسلسله. يعني لما اجي اقول لك احسب لي طول موجة اطول خط مثلا او اكبر طول موجي مثلا، هون بحكي لك هذا اكبر طول موجي او اقل طول موجي مثلا في متسلسله باشن. طب باشن ليمان بالمر باشن المدار الثالث. لما يطلب مني اقل طول موجي الاستاذ قال لي باخذ من ما لا نهايه لحد باشن، يعني ما لا نهايه للمدار الثالث اللي هو باشن. لا، اذا طلب منك اكبر طول موجي يعني اقصر خط في المتسلسله واقل طاقه واقل تردد شو بسوي؟ بدك اكبر طول موجي بدك تدور على اقل طاقه واقل تردد، يعني اقصر خط. اقصر خط بتحققه عن طريق اسم العالم زائد واحد لاسم العالم. كيف؟ مثلا طلبت منك اكبر طول موجي في متسلسله مثلا نحكي بالمر. بالمر هو المدار الثاني، تمام؟ بدي اكبر طول موجي. كيف اندلع اكبر طول موجي؟ طب هلا بالمر هو طالب اكبر طول موجي في بالمر، اسم العالم هي اثنين بالمر. هلا اسم العالم زائد واحد يعني اثنين زائد واحد كم فيها؟ ثلاث، اذا عوده الالكترون من ثلاث الى اثنين. تمام؟ هلا بنشوف الاسئله هون، انا حاط امثله عليها. اجى طلب منك طول موجه خط الطيفي رقم مثلا اثنين او ثلاث في متسلسله كذا، يعني تعال نعيش شوي على الرسمه هاي. طلب منك طول موجه خط الطيفي الثالث في باشن، طول موجه خط الطيفي هي باشن، بعد منهم واحد اثنين ثلاث، اذا عوده الالكترون من المدار السادس الى المدار الثالث. طب استاذ انا بالامتحان معيش هذا الكلام، عشان هيك حطيتك هون كود. طيب استنى شوي، انا بدي كمان مره، بطول موجه خط الطيفي طول لندا خط طيفي ثالث في باشن. طيب طلع انا كود حطيت لك اياه، اسم العالم، شو اسم العالم؟ باشن، باشن اي مدار؟ مدار عفوا الثالث، فبدي احط اسم العالم ثلاثة، عرفت النون النهائي، من اسم العالم. طب النون الابتدائي بقول لك اسم العالم زائد الرقم، اي خط طيفي بده؟ ثلاث، وباشن شو رقمه؟ ثلاث، من ستة إلى ثلاث، هينا طلعناها هون من ستة إلى ثلاث قبل شوي. هلا في الأمثلة اللي حاط لك اياها هون، هذا السؤال الثاني صفحة 16 في الدوسية. طالب انك تحسب الطول الموجي في كل حال من الحالات. طبعا كيف احسب الطول الموجي؟ مجرد ما عرفت النونات يا جماعه قبل شكل نحكي بطبق عدد برج وطلع طول الموجي، تمام؟ يعني انا كودي او هون اللي بستخدمه هو قانون ريدبرج عشان احسب الطول الموجي، واحد على لندا تساوي ثابت ريدبرج واحد على نون تربيع نهائي ناقص واحد على نون تربيع ابتدائي. فانا هون يعني الفكره اللي معطيك اياها في الاسئله هي بس انك تعرف النون، فانا وياك شو بدنا نسوي بهاي الاسئله؟ بدنا نطلع بس نون، لانه بضل عليك تطبق قانون ريدبرج، اذا عرفت النون الابتدائي والنهائي نحل السؤال. يلا طلع علي. اول شيء بدك قبل ما تبدا تحط دوائر على اسماء العلماء، طلع علي. بالمر براكيت ليمان باشن بالمر فون. وهدول راح يخلوك تعرف المدار النهائي، لانه اسم العالم مرتبط بالمدار النهائي، يعني انا صرت اعرف انه هسه مدار النهائي الوصول الالكتروني لما يحكي لي بالمر مدار الثاني، لما يحكي لي براكت مدار الرابع، لما يحكي لي ليمان مدار الاول، لما يحكي لي باشن مدار الثالث، لما يحكي لي بالمر الثاني، لما يحكي لي فوند الخامس. انا بعرف المدار النهائي بس بدي اعرف وين كان الالكترون، بدي المدارات الابتدائيه، وهون الشطاره. طبعا انا عرفت نون نهائي والار هاي ثابت، شو ضل علي؟ نون ابتدائي، وهيك بقدر احسب له اللمضه طول الموجه. يلا نيجي على الاولى. الخط الطيفي الثالث، اعطاني رقم خط طيفي. قال لي رقم خط طيفي ثالث. قال لي الاستاذ لما يعطيني رقم خط طيفي اجمعه مع اسم العالم، الثالث زائد اثنين يعني الخامس، يعني النون الابتدائي تساوي الخامس. غيره. اقصر طول موجه، الاستاذ قال لي اقل طول موجي
دائما ببدا من ما لا نهايه لاسم العالم، اذا هو مباشره بحط له نون الابتدائي تساوي ما لا نهايه لانه اقصر طول موجه. الخط الطيفي الثاني برضه رقم خط طيفي، خط طيفي ثاني حكى الاستاذ بجمع 2 زائد 1 تساوي 3، مدار ابتدائي يساوي 3. الخط الطيفي الثالث في باشر، اوكي خط طيفي رقم 3 قال لي استاذ اجمع 3 زائد 3 6، نون ابتدائي تساوي 6. اقصر طول موجه استاذ قال لي اقل طول موجه دائما بدنا ما لا نهايه لاسم العالم، اذا هو مباشر مدار الابتدائي هو ما لا نهايه. اكبر طول موجي، اكبر طول موجي قال الاستاذ من اسم العالم زائد 1 لاسم العالم، اسم العالم 5 واجمع له 1 بصير 6، فالمدار الابتدائي يساوي 6. هلا عشان ما حدا بس يعني ياخذ فكره، انا هون عندي ما لا نهايه استاذ كيف اعوضه؟ هون بكل بساطه بحط مكان 1 عنوان دبيب الاسئله رح اورجيكم، بس انا بحط مكان 1 عنوان ابتدائي اللي هو ما لا نهايه، وعدد ما لا نهايه يساوي 0.